لقد تم رسميا اليوم الاثنين إعلان المغرب عضوا في الاتحاد الإفريقي. بعد مخاض طويل مع الدول المعادية للمغرب وفي مقدمة الجزائر وجنوب إفريقيا، ولم يتم التصويت حيث قال الرئيس الاتحاد الإفريقي الرئيس تشادي بأن المغرب قد اكتمل على النصاب القانوني، وبذلك فإن المغرب عضو كامل داخل الاتحاد الإفريقي. وكان حضور الملك محمد السادس له ثقل قوي، حيث كان بإمكانه إدخال الاتحاد في دوامة لن يخرج منها بسهولة، وذلك من خلال انقسام البين والواضح. وبهذا يكون المغرب ضرب بقوة خصوم الوحدة الترابية للمملكة. ألف مبروك للمغرب وكل المغاربة بهذا الانتصار القاري.